هذا موضوع يوس 45، كل شيء كيدوي حول موضوع جد مهم، ألا وهو 150 شاب مغربي لقاو راسهم في بورما بعد أنهم توهموا أنهم غيمشيو يخدموا في تايلاند، أنهم يخدموا في التجارة الإلكترونية. هناك من يقول التجارة الإلكترونية، وهناك فيرسيون أخرى كتقول كريبتو كورنسي. المهم داعمين للتجارة الإلكترونية واللي كيخدموا التجارة الإلكترونية بحال سيمو لايف بحال الكثير، فهما كيقولوا أن هاد الأشخاص كانوا ماشيين باش يخدموا في الكريبتو. نصب الاحتيال كما شرح الوثائق والكريبتو كيدوي على الكريبتو ولا لا؟ وفئة أخرى اللي مهم ضد التجارة الإلكترونية بين قوسين بحال راغب أمين بحال الكثير من الأشخاص، فهما كيقولوا أن هاد الأشخاص مشاو باش يخدموا في التجارة الإلكترونية. شنو غدير لاباس الفيراري؟ أمين ترى كيفاش غدير لاباس؟ ظل هاد الأوضاع المتأزمة كلشي دوا على الموضوع. فرانس 24، إير تي، ويكيبيديا، الجزيرة نت، الشارقة، العين الإخبارية، ديزانفلونسر في يوتيوب، راغب أمين، شي دوا على الموضوع. إلا واحد القناة كتقدم الأخبار مغربية، دخلت الويب سايت ديالهم، شيكيت، قلبت، عطيناهم البينيفيس أوف داوت، ولكن للأسف ما لقيناش. ربما الشباب المغربي كيهمش هاد الإذاعة ومن حقها ما يهمهاش. لكن لقيت واحد النقطة اللي أثارتني من بعد ما دخلت، لقيت أنها تحت تقرير البطالة السنوي، وأنها 13% ومرتفع بنسبة كبيرة في أشخاص ذوي الشهادات العليا. نسبة البطالة ترتفع بنسبة 13.7%. المهم أنا عندي راسي ما فهمت والو، ولكن كنظن هذا كيخلينا نفكر على الشباب المغربي كياخذ وجهة مجهولة كتايلاند، على الشباب المغربي كياخذ وجهة مجهولة كأنه كيدوح راسو. هذه أسئلة أنا نخيكم فرصة أنكم تجاوبوا عليها في الأمس. لكن نجي نرجع للموضوع الأصلي، الشباب هذا اللي مشى لتايلاند هو شباب واعي مثقف، يحسن استعمال التكنولوجيا، يحسن استعمال الحاسوب، ويتقن اللغة الإنجليزية. طلعتوا هاد لانونس ديال شي خدمه في تايلاند اننا غنخدم، والشروط هما انك تكون كتعرف الانجليزيه شويه ديال الانفورماتيك، يعني ما تكونش بزاف كتعرف، المهم تكون عارف تعرف شويه في الانفورماتيك وصافي، والانجليزيه تاعي صافي. دوينا معاهم من بعد. وضحت المندوبيه الساميه للتخطيط ان عدد العاطلين ارتفع بنسبه 96,000 شخص ما بين الفصل الأول من سنة 2023 والفصل نفسه من سنة 2024، يعني في سنة واحدة زاد الناس 96,000 شخص عاطل، حيث انتقل العدد من 1,500,000 إلى 1,645,000، وهو ما يعادل ارتفاعا بنسبة 6%. كنظن أن التضخم كان ب 6%، فنفس النسبة ارتفعنا حتى الشباب العاطلين. مريدة أن هذا الارتفاع جاء نتيجة زيادة عدد العاطلين ب 59,000 بالوسط الحضري و 38,000 بالوسط القروي. نضيفوا واحد 75,000 محاولة هجرة غير شرعية سنة 2023، ارتفاع بنسبة 6% مقارنة بسنة 2022. عاوتاني كان ارتفعوا بنسبة 6% الأشياء الجميلة للهجرة غير الشرعية. كان حقو تقدم جميل 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 جدا. ضيفوا لها واحد 75,000 أخرى اللي نجحت، و 75,000 أخرى اللي كلاها البحر. يعني على افتراض درنا واحد الحساب لقى واحد 10 مليون ديال الشباب اللي هي أصلا اللي عندك فهي عاطلة على العمل. فأنت شنو بقى من هاد الشباب؟ يبقوا في المغرب ولا يمشيوا إلى حراسهم في البحر، أو لا يترايو أنهم يمشيوا للمجهول بحال تايلاند وبحال الدول اللي غيلقاو فيها مثلا فرص عمل ولو أنها فرص عمل تولف. هاد الشباب كانت الوجهة ديالهم هي أنهم كيقلبوا على أرض الخبز، قلبوا على قوت يومي، قلبوا على فرص عمل، قلبوا على بلايص ليس الدر الإنتاجية ديالها. شنو وقع؟ شنو وقع؟ الوزارات الخارجية في محاولة أننا نديروا شي حل، لكن هاد الناس هادو وهاد الميليشيات المسلحة وهاد المشاكل اللي واقعة في فورما أو في الحدود تايلاندي هي مشاكل ديجا قديمة، مقديمش بزاف ولكن قديمة، وديجا تدخل حقوق الإنسان ديما كتدخل، يعني كان ديما كتحقق، ولكن هاد الناس ما كيسمعوا لهاش، كيطبقوا داكشي اللي في دماغهم. كنتمنوا لهاد الدراري صراحة الحرية في القريب العاجل، دعواتكم معهم، كنتمنوا أن المغرب بيض من حديد ويقدروا الدراري المغرب، رغم ان الاذاعات المغربيه متواجدون حاليا بمنطقه تسمى ميانمار. هاد ميانمار تبع البورما، نعم جايه في الحدود مع تايلاند. هاد المنطقه هي منطقه نزاع، منطقه حرب اهليه، وهاد المناطق غالبا ما كيكونش كيطبق فيها القانون الدولي، يعني ما كيكونش كيطبق فيها حقوق الانسان. وكما غتشوفوا في الفيديو هناك ميليشيات مسلحه كدابز مع العسكر. هاد الناس هادو يعني نايضه بيناتهم الروينه في منطقه يعني فيها حرب اهليه، فكما كتعرفوا كتكون خروقات كبيره. هاد الدراري هادو من الحظ ديالهم انهم مشاو يقلبوا على فرص عمل، مشاو يقلبوا على راسهم، فاذا بهم لقاو راسهم في الجحيم. استدراجا ثم احتجاز وبعدها استعباد وعمل تحت القهر من دون راحه. من يخالف الأوامر أو يحاول الهرب يتعرض للضرب والتعذيب. سافر أخي إلى تركيا، هناك تعرف أخي على شخص يدعى الحاج، لا نعرف يعني اسمه. هذا الحاج يمكن أن نقول لعب بعقل أخي، يعني قال له بأن هناك فرصة عمل في تايلاند،
نعم، وقبل أن يذهب أخي إلى تايلاند يسر له هذا المدعو الحاج يسر له الدخول إلى النمسا. لا نعرف الطريقة، لكنه يسر له الدخول إلى النمسا التي قضى فيها قرابة الشهرين أو أكثر. يعني عندما وثق أخي بهذا الحاج يعني قرر أن يسافر إلى تايلاند. يعني لا. كما قلت لأن الحاجة أخبره بأن هناك عمل في تايلاند وبأن قضى فيها يوم، بعد ذلك توجه إلى ماليزيا التي قضى فيها قرابة الأسبوع. يعني هذا الأسبوع ينتظر فيه حصوله على التأشيرة أو الفيزا إلى تايلاند. بعد ذلك سافر أخي يوم 18 أبريل المنصرف إلى تايلاند. عندما وصل أخي إلى المطار وجد في انتظاره شخصا سائقا لديه معلومات أخي الكاملة، صورته ومعلوماته كاملة. ذهب معه أخي ظنا منه أنه متجه كما قلنا إلى تايلاند، وكما قلت يعني ذهب معه أخي في سيارة خاصة. وعندما كان أخي مع هذا الشخص كنت أتواصل معه يعني. وبعد ذلك عندما وصل أخي إلى الفندق ارتاح مدة لا أعلم بالضبط كم. بعدها جاء سائق آخر ليس السائق الأول ورافق أخي إلى المكان الذي يتواجد به الآن أخي، الذي هو يعني متجس فيه، الذي يسمى بورما ميانمار. نعم نعم. إذا عندما وصل أخي إلى ضفة نهر كما يسمونه حسب أقوال أخي يسمونه وجهنا، وجد أخي عصابة متججة بالأسلحة في انتظاره. نعم. طب أو المجموعة التي اختطفتها نعم المجموعة التي اختطفت أخي ومجموعة من الأشخاص الآخرين حسب ما قاله أخي، فهناك ما لا يقل عن 158 مغربي بالإضافة إلى جنسيات أخرى، فهم الآن يطالبون بالفدية. يعني الفدية 10 ملايين مغربية أو 10,000 دولار. نين دايو معهم دراري حيت ننسى الناس في داركم ملايا دا كونيكسيون تفرج وكتدوز وكتنسى، لكن منساش دعواتهم وربي قادر انه ينصرهم بوسائل عديدة. هذا ما كان في فيديو، ما تنساش دير لايك سبسكرايب تفرطاجي على وسائل نطاق. شكرا لكم وإلى اللقاء.